يعني نزف إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية ارتقاء القائد الكبير الشهيد إسماعيل هنية. هذا ثمن كبير ندفعه من أجل القدس ومن أجل الحرية. هذه أثمان نحن دوما أكدنا أننا جاهزون لدفعها لأن القدس تستحق، ودماء القادة دوما كان القادة في المقدمة. دماء القادة ليست أزكى من دماء نسائنا وأطفالنا، ولذلك الاحتلال إن ظن أنه بقتل القادة واقتيالهم سيفلح في كسر إرادتنا فهو واهم. حماس فكرة ومؤسسة، والفكرة لا تموت بموت أصحابها، ولذلك نحن ماضون على هذا الطريق حتى النهاية، واثقون من الانتصار والتحرير بإذن الله تعالى. وهذا الاحتلال الجبان عليها أن يدرك أنه سيفشل في تحقيق أهدافه بإذن الله تعالى، وسنفلح في دحره عن أرضنا وقدسنا. قبل ذلك اقتال الاحتلال خيرة قادة الحركة ومؤسسيها، الشيخ أحمد ياسين، دكتور رنتيسي، الشهيد شهادة، أبو شنب، المقادنة العروري، والكثيرون قبلهم وبعدهم، وهذا لم يفلح في كسر إرادة الحركة. الحركة بقيت ماضية، بقيت قوية بفضل الله تعالى، وهي ستبقى كذلك. حركة حماس لا تعرف لغة التراجع ولا تعرف لغة الاستسلام مهما بلغت الأثمان.